سيبي حاجة عايز أشير ليها. طالما إحنا بنتمتع بكل شفافية واحترام، أنا قريت من الصبح النهاردة إنه في تغييرات في المناصب الإعلامية، وإنه في الأستاذ القدير الأستاذ ضياء رشوان هيتولى رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفا لهذا الرجل القدير ضيفنا الكبير الأستاذ كرم جبر. والحقيقة أنا ما كنت بكلمه قبل الهوى نتكلم في هذا الموضوع، أنا كنت فاكر ما لا استنى، ما لقيته لا بيقول لي بالعكس كل ترحاب. يعني بص يا أستاذ جابر، المناصب بتروح وبتيجي وما فيش منصب وجد ليبقى، يبقى دي حقيقة لازم نعملها. بيبقى في وقت معين انت بتوصل فيه لدرجة معينة، فحينما تخرج من المنصب بيبقى خارج رفع راسك، ده شيء مهم جدا. أنا بالنسبة لي يعني أنا بشتغل في الصحافة بقى أكتر من 38 سنة، أكتب مقالا يوميا كل يوم من 2005، يعني 20 سنة أو أكتر، احسب في 350 مقال في روزا اليوسف وبعدها اليوم السابع والأخبار. فيعني ومن ساعة قرار تعييني توليت مناصب كتير جدا، يعني كل خدمتي في الثلاثين سنة كانت مناصب قيادية، فالحمد لله. فمعنى أنه يعني في دم جديد بيجي، في رؤية جديدة بتيجي، في زميل عزيز آخر بيجي له أفكاره، لا بنرحب جدا. وأنا عايز أقول أن حينما يصدر القرار الجمهوري بالتعيينات أنا أول واحد هيبارك له وهروح أستقبله وأقول له إن في ملفات هي إحنا اشتغلناها وأنت تفضل كلمها. وهم في يعني في حاجتين قدامك هم مهمين جدا، في اتفاق حصل على موافقة من كل الجهات في مصر والسعودية عشان نبرم هذا الاتفاق ويبقى مرحلة تعاون، وفي اتفاق آخر مع روسيا لإبرام اتفاق إعلامي، اتفاق إعلامي حصل على كل الموافقات وكنت مفوضا أن أذهب للتوقيع عليه لكن جاي يكمل، ودول الاثنين هيفتحوا مجالات جانب علاقات مهمة مع دولة شقيقة. والآخر كان الوزير الدوسري هنا وكنا حضرنا اجتماع وحضرتك موجود. يعني هو بص احنا يعني كل الموافقات بقى جاهز على التوقيع، ومنه تفويض وزارة الخارجية كمان، يعني الموافقات كلها. التعاون مع الجانب الروسي هيفتح مجال آخر للتعاون في التكنولوجيا والاتصالات والكلام ده. عندنا عاملين استراتيجية إعلامية وعرضت وعلى السيد رئيس الجمهورية كما يقول القانون أنه طالب عليه وأخذت موافقة. يعني في يعني فأنت في النهاية أنا رجل دولة، أديت عملي وأنا رجل دولة وأديت عملي وبكل الترحيب، فليأتي من يأتي ونتصافح. لأن في حاجة برضه أنا عايز أقولك عليها، احنا عايزين يعني نرسخ ثقافة اسمها ثقافة الخروج من المنصب والتغيير، ثقافة الخروج من المنصب جداً. مش معنى الخروج من المنصب ان خرجت من الحياة نهاية حياة، لا دي بداية حياة، والحياة متكاملة الأدوار. انا بالنسبة لي انا هرجع للألم لان ده ومكان ما انت موجود معاك، ولم انقطع عن الكتابه طول 35 سنه ما انقطعتش يوم واحد. وطبعا ان شاء الله برضه هظهر معاك، ده يشرفنا، بصفتي كاتب صحفي ده يشرفنا. لا يشرفنا، ربنا يخليك، يشرفنا. دايما بنستمتع بالاستاذ كرم جبر يوم الجمعه، بنحط نقط على الحروف زي ما قلت لحضراتكم، تحليلاته وخبراته وثقافته والمامه، وهو رجل دولة في الأول والآخر الحقيقة، مش المنصب بقدر ما هو كاتب صحفي كبير. فدايما على رأسنا من فوق إن شاء الله. أنا بسعد بحضرتك، أنا بسعد بيك وبتشرف بهذا اللقاء الحقيقي دايما يا فندم.